السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا جماعة، الكلمة مسؤولية، الكلمة هنتسأل عليها يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى. والفيديو اللي أنا بعمله ده، أنا ممكن أموت وبعد ما أموت ألاقي إن أنا أخطأت في حد، في يوم القيامة ياخد مني، والفيديو شغال وأنا بكتسب ذنوب إن أنا أغلطت في حق حد، وإن أنا اتهمت حد أو وقفت مستقبل حد. كلام يعني ممكن يكون واضح، لان احنا في الاول وفي الاخر بدون رضا ربنا سبحانه وتعالى ما نسويش حاجة، احنا ماشيين بكرم ربنا وفضله علينا. فانا عشان اجي اقول كلمتين يرضوك ويغضبوا ربنا سبحانه وتعالى في نفس التوقيت، او اتهم حد فاكون ظالم واقول ان الشخص ده تسبب في واحد واثنين وثلاثة واربعة، واجي يوم القيامة بخسائر ما يعلم بها الا ربنا، ظالم، اكون ظالم. وأكون بقى بسبب الفيديو اللي أنا عملته ده كسبت. فطبعا الرسائل اللي بتجيلي، أنت ليه ما اتكلمتش على موضوع مش على الصبياني وتدخله على سالم الدوسري، مع إن في مثلا بوستات أو تغريدات إن في ناس بتدفع فلوس لبعض اللاعبين عشان يكسروا لعيبة مهمة جدا ونجوم سواء في الهلال أو في أي نادي آخر عشان يعرقلوا مسيرة النادي. كلام عاوز أقول لك، هي في ناس بتوقع ناس، وناس بتدفع فلوس للناس عشان تخلص على ناس، وفي ناس بتمشي عشان تدمر حياة ناس. ما احنا عندنا في ناس بتعمل سحر للناس ما بيكونوش عملوا لها حاجة، لمجرد ان هم يعني مثلا ناجحين، فعاوزين بيعملوا لهم اعمال ويعملوا لهم سحر ويعملوا لهم ويحسدوهم عشان يوقعوا مسيرتهم، عشان يوقفوهم، عشان يدمروا حياتهم. في ناس بتكون اساسا مريضة من جوه. ما اصل الموضوع كله انت علقت قيمة ربنا سبحانه وتعالى، انت عايش في الدنيا دي كلها عشان مثلا ان انت طمعان في حاجة في الدنيا، وان انت تاخد المال وتاخد الجاه وتاخد كذا وتاخد كذا. طريق ربنا انت فين منه؟ انت بتصلي ولا ما بتصليش الاول؟ علاقتك ايه بربنا سبحانه وتعالى؟ يعني انت ممكن اقول لك حاجة، الفيديو اللي انا بعمله ده وجيت مت، الفيديو عايش وبيعد. انت ممكن واحد يكون عمل ذنب كبير مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وجتاب، ربنا ستر عليه، خلصت. لكن انا فيديو مستمر. فانت النهاردة لما تيجي تقولي ان ما بتتكلمش ليه عن تدخل مشعل الصبياني على سالم الدوسري، انا اتكلمت عن صاحب سالم الدوسري، بحب سالم الدوسري جدا، بحب سالم الدوسري جدا، وطبعا وإصابة اي لاعب مسلم بتأثر فيا، ده اكل عيش ورزقه وإصابة. فأنا معلش يعني لما تيجي تقول لي ما اتكلمتش ليه في نقطة تدخله وبتاعه اللي مدفوع لهم فلوس ومش مدفوع لهم فلوس، هو أنا إيه الدليل اللي معايا إن مش على الصبياني مدفوع له فلوس؟ بوست، تغريدة مكتوبة، ها؟ وناس طلعت عملت فيديوهات، مع مش هقول لك مع ناس عملت فيديوهات وجابت مشاهدات وهتكسب من الموضوع ده، ولكن فين احنا؟ مش في حاجة بتقول لك وكنا نخوض مع الخائضين؟ في فين دليلك؟ كنا نخوض مع الخائضين؟ مش أي كلام يتقال، مش أي كلمة هتتقال يا جماعة، مش أي حاجة كده هنطلع نقولها ونتهم بيها الناس لمجرد بوست شفناه. وأجي أطلع بقى إيه؟ متهم مش على الصبيان، مش على الصبيان إيه؟ تدخل صعب؟ أه تدخل صعب. هل هو قصده على سالم الدوسري ولا مش قصده؟ عاوز يوقف الهجمة، عاوز يعمل تعطيل الهجمة، عاوز يعمل أي حاجة، ما أعرفش نيته فيها إيه، وممكن يكون قاصد. هل أنا دخلت في نيته؟ ده النية الحاجة الوحيدة اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى الملائكة ما تعرفش نيتك. الملائكة بتكتب حسناتك وسيئاتك. لكن النية بتاعتك يعلمها الله سبحانه وتعالى. ما أنت هتيجي يوم القيامة الناس عاملة نفس العمل، عمل خير، وتلاقي واحد منهم دخل الفردوس الأعلى من الجنة، وتلاقي واحد داخل في النار في جهنم، وممكن يكون في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ بسبب النية. واحد بيتصدق صدقة عشان الناس تقول إن هو راجل صدقات وعمل خير وكذا، واحد بيتصدق لله نيته صالحة، هي دي اللي بتفرق معايا.
انا دلوقتي دخلت وقلت لك كلمة، يعني يعلم ربنا انا بقول لك الكلمة دي بنية ايه، ويعلم ربنا انت بتقولها لي بنية ايه. كل واحد وليه نية في اي عمل انت بتعمله، في الاعمال الصالحات نفسها نيتك الاخلاص، فين الاخلاص اللي انت عندك فيه يعني عشان تكسب. مش عارف اوضح لك الموضوع لان انا يمكن على قدي وبسيط، لكن اللي انا عايز اوضحه لك ان انا ضد تدخل مش على الصبيان، ضد سلام الدوسري او تدخل اي لاعب على لاعب اخر ان هو يكسره او يتسبب له في اذى، لان ده هيتحاسب عليه طبعا يوم القيامه. يعني انت يوم القيامه هيجي بالشاه اللي بقرون والشاه التانيه اللي غير من غير قرون، ودي هتقتص من دي، كل واحد ده هياخد حقه يوم القيامه. ده بالنسبه بنتكلم في الحيوانات والبهايم يعني انت بتتكلم في نقط تانية. يعني انت اللهم صل على سيدنا محمد ان احنا انا وانت محاسبين. فالكلمة دي انا اجي النهاردة واقول زي اللي قالوا، ممكن كلمتي انا تتسمع وتتسبب في ان مش على الصبياني هجوم عليه، ومش على الصبياني بسبب اتهامك ليه او اتهام غيرك ليه يتحط في مأزق وفي نقطة، وبعدين تتدمر حياته بسبب هذا الاتهام. انت قد ان انت تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى بهذه المواجهة اولا. يعني لما تيجي تحكم في حاجة، بتشجع الهلال، بتشجع النصر، بتشجع الاتحاد، بتشجع الاهلي، بتشجع اي فريق، يعني خلي كلمة الصدق وكلمة الحق عندك. وفي حاجات ما ينفعش تتكلم فيها، في حاجات كده انت متعرفش الدليل بتاعها ايه، ما عندكش دليل ما تتكلمش في النقطة دي. النقطة دي بتبقى خطر، تبقى خطر. ليه؟ بلاش بلاش، وكنا نخوض مع الخائضين دي بلاش منها خالص. فانت النهارده بتكلم طالبني، او بعض الناس طالعه بتطالبني سواء على الواتس سواء في التعليقات، ما بتتكلمش على الموضوع اللعيبه اللي مدفوع لهم فلوس، وان هو مدفوع له فلوس عشان يدخل على سلم الدوسري ويكسره سلم الدوسري. لا، الكلام ده انا ما اقدرش ادخل فيه. يعني انا اتصاب سلام الدوسري مش على الصبيان يقصد ولا لا يقصد، واخد فلوس مش واخد فلوس، انا ما اقدرش اتهمه بكلمه زي دي خالص. ولا انت من حقك ان انت تتهمه، راجع نفسك، راجع نفسك في النقطه دي كلها. الفيديو ده ممكن يزعل الناس مني لكن رضا ربنا سبحانه وتعالى فوق كل حاجه يا جماعه. رضا ربنا هو الصله اللي بيني وبينك. ما كان لله ده ما اتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ده انا عاوز اقول لك ان انا بسبب ان انا بقول لمسه دينيه او وعي او بدعي لاخواننا، انا عايز اقول لك مقيد من اليوتيوب ان انا ما اطلعش مقترحات، وعدد المشاهدات يقل. وده اقول لك حاجه، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يثبتنا على الحق ونقول كلمه الحق ونكون كلمه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. وايه حالك مع الصلاه بقى؟ صلي صلي ورب ربنا سبحانه وتعالى، واتفرج على الكوره بس الصلاه وقربك ربنا، وما تتهمش حد كده مجرد ان انت سمعت كلمه من هنا وكلمه من هنا وقريت بوست. بلاش يبقى اتهامك بالشكل ده. في النهايه ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس عشان اوصلك كل جديد، واتمنى ان انا اكون وصلت لك رسالتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.